وصلتنا الآن الصور المواضيع التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خليني فقط نركز على الصورة، حبيت نقرأ برك التعليق من فضلك، أرجع لي فقط الصورة اللي كانت، ليست هذه، فقط اللي كانت من فضلك حمزة حتى نشوف برك التعليق. إذا سوجي تاع البيان اللي يحب تبعت حل، راني نعس فيهم، راهو ساهل والله غاضوني، راح نخليهم ينعتوا لبعضهم، يعني يوروا لبعضهم راكم تشوفوا. تعقد، خليني نشوف مع الأستاذ. أستاذ في رأيك، يعني بما أنه هذه هذا وكأنه أستاذ، نعاود فقط سوجي تاع البيان اللي تحب تبعت.